السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة، أنا عايزة أعمل دايت. قعدة الحظر طخنتني ورمضان طخني، وعايزة أخس بسرعة. وفي نظام جديد اسمه كيتو، بيخسس بسرعة جدا. اوعي تعملي نظام الكيتو. أنا كتير من صحابي عملوا نظام الكيتو، قالوا لي اوعي تعملي نظام الكيتو، ده بيوقع الشعر وله أضرار كتيرة. مين قال إن له أضرار كتيرة ولا بيوقع الشعر؟ أنا مجرب نظام الكيتو وماشي عليه بقالي فترة كبيرة وخسيت عليه بمنتهى السهولة. مين قال ان هو بيقول ان هو بعد ما بيوقفه بيرجع اتخن من الاول؟ طب ما نسال الدكتور، هل فعلا الكلام ده صح ولا لا؟ حد عايز يهبد تاني؟ الهبد كتير، مسموح بالهبد. انا عايز اخس بسرعه، ده اللي انا عايز اوصل له وخلاص. بس انا سمعت ان ده بعد ما بتخس بترجع تاني تتخن، وله عيوب، له اضرار، شعرك هيقع، بشرتك. انا ده اللي انا سمعته من اصحابي. انا خسيت بالكيتو بسرعه ومفيش اي مشكله وما تخنتش تاني خالص، بالعكس. يا بنت نظام جميل. محمر هتاكلي اكل محمر؟ هو ده نظام دايت؟ هو ده نظام دايت؟ عزيزت جامد في الحظر وقعده رمضان، عايز اعمل كيتو بيخسس بسرعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي بعد ما شفتوا الكوميكس الجميل اللي حصل ما بين الكيتو وحش، الكيتو مضر، الكيتو جميل، ده خس، ده فلان الفلاني خس، ده علنا علنا حصل له تساقط شعر، ده علنا العلاني قال لك الكيتو غلط، الكيتو مضر. فانا جيت لكم النهارده في الحلقة دي عشان اقول لكم مش معنى ان الكيتو نجح مع شخص يبقى هينجح معاك انت، ومش معنى ان الشخص ده مش قادر ينفذ تعليمات الكيتو يبقى الكيتو نظام فاشل، ومش معنى ان الكيتو اذى واحد يبقى الكيتو هيأذي الكل. اللي اذاه دوت ممكن ما يكونش كان ماشي على تعليماته وما كانش ماشي على البريكوشنز والاحتياطات. لكل نظام غذائي ليه بريكوشنز وليه احتياطات مهمه جدا لازم حضرتك تبقى انت عارفها. كيتو دايتس، كلمه كيتو جايه من كلمه كيتوزيس. كيتوزيس يعني حرق دهون، ودي العمليه المعاكسه لبناء الدهون. بمعنى ايه؟ في عمليتين في الجسم ربنا خلقهم لنا، عملية اسمها جلايكوزيس، ودي بتبني دهون نتيجة السكريات والنشويات اللي انت بتاكلها عمالة على بطال بدون اي فاصل زمني، ومفيش حتى صيام متقطع، وعمال الله ينور كل ساعتين تلاتة تاكل حلويات وكل ساعتين تلاتة تاكل نشويات، فبالتالي بتخش في عملية اسمها جلايكوزيس. العملية اللي اسمها كيتوزيس هي عملية مضادة للجلايكوزيس، وجسمك بيحرق دهون نتيجة ان مفهوش نشويات. يبقى اذا الكيتو دايتس مفهوش نشويات ولا سكريات ولا حلويات، فبالتالي جسمك بيتحط على الوضع اللي هو بيحرق دهون بصفه مستمره، فهي موضوع اسمه كيتو. كيتو دايس بينخفض فيه نسبه الكربوهيدرات الى 20 جرام كارب بتاخدهم من الخضروات قليله الكربوهيدرات، وبترفع الكفه الثانيه من الدهون لحد ما بتوصل لضعف كميه البروتين اللي محتاجها جسمك. لو انت وزنك 100 كيلو ومحتاج 80 جرام بروتين، في بدايه الكيتو انت محتاج 160 جرام دهون في اليوم ليه يا دكتور؟ عشان تعوض مصدر الطاقه اللي مفقود من الكربوهيدرات، وبتاخد نسبه البروتين بتاعتك في النسبه الثابته والفير. مبدئيا كده قبل ما حد يهاجم في البوست دوت ويقول لي الكيتو غلط والكيتو مضر، اسمع الفيديو لحد الاخر، لان انا مش بحفز الكيتو الا للناس اللي هي فاهماه والناس اللي اجسامها جايه عليه، لان في مشاكل بتحصل نتيجه انقطاع السكر في الدم جايز قوي. ايها المستمع اللي ورا الكاميرا ما تقدرش انت عليه. قبل ما هبدا النقاش الثاني هضحك شويه عشان خاطر في ناس سمعت او افتكرت ان احمد عبد الباري تخصص كيتو. مبدئيا كده مفيش حاجه اسمها دكتور تغذيه تخصص كيتو دايت. دكتور التغذيه بيبقى عارف كل الانظمه الغذائيه، وعارف حتى نظام السعرات، وعارف نظام الهرم الغذائي ونظام اللو كارب دايت. كون بقى ان انا سمعت ان انا تخصص كيتو عادي، وارد ان كتير جدا منكم بيتابعني على صفحه الفيسبوك من 2017 واحنا شغالين في الكيتو واللو كارب والهرم الغذائي، بس انا ايه اتميزت بالحته دي. قبل ما تبدا كيتو دايت لازم في شويه كده علامات بتشوفها. ايه هي؟ صوره الدم الكامله، مخزون حديدك اخباره ايه، كرياتينين ويوريا، وظائف كلى، وظائف كبد، وبنشوف ملف الدهون عندك، وما يكونش عندك حصوه كلى ولا حصوه مراره. مهم جدا تبقى انت عارف الشروط بتاعت الكيتو دايت، لانك انت لو عندك حصوه مراره مش هينفع تخش فيها، ولو عندك حصوه كلى فمش هينفع تخش فيها. اعمل ازاي دكتور؟ اعرف ازاي ان انا عندي حصوه كلى وحصوه مراره؟ بالسونار، وبقى في شويه اعراض بتبانها، حرقان في البول، اي حاجه من دي بتساعدنا ان احنا نطلب التحاليل اللازمه. ايا كان ما تخشش كيتو دايت قبل ما تتاكد من مجموعه التحاليل اللي انت عايزها. وارد كتير جدا ناس بتدخل كيتو دايت بغشوميه من غير ما تعرف ايه هي التحاليل، وبتتعب ويفاجئ انها كانت تعبانه من قبل. فلذلك احنا ايه الفيصل ما بيننا؟ المقارنه، تعمل تحاليل قبل وتحاليل بعد. في الكيتو دايت انت بتاخد
اكلك في التوب. يعني ايه دكتور توب؟ يعني بتاخد اورجانيك فات هيلث، يعني بتاخد حاجات طبيعيه من الدهون الصحيه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. يعني ما بتاخدش الديرتي فاتس، يعني انت اي دهون مصنعه انت بتبعد عنها، واي اطعمه مصنعه تبعد عنها، والا بيسمى النظام اسمه ديرتي كيتو، واحنا مش ضد الديرتي كيتو، احنا مع الهيلثي كيتو. ايه هي موانع استخدام الكيتو دايت؟ موانع استخدام الكيتو دايت: مريض السكر النوع الاول اللي معتمد على الانسولين، النوع الثاني مفيش مشاكل يدخل كيتو ويقلل جرعه السكر ويرجع لطبيبه، لكن النوع الاول ما يجيش. مريض الكلى الكرياتين بتاعه عالي، وظائف الكلى بتاعته عاليه، ما ينفعش يخش كيتو. وظائف الكبد ما ينفعش يخش كيتو، ولا المرضعه ولا الحوامل ولا الاطفال اقل من 12 سنه الا بكان بامر من طبيب المخ والاعصاب. نفس الشروط ديت، موانع الاستعمال نفسها نفس الثمن المتقطع، ما ينفعش برضو مريض سكر نوع اول ولا مريض كلى ولا مريض كبد ولا واحده بترضع ولا واحده حامل تخش نظام صيام متقطع، ولا اطفال اقل من 10 سنين تخش صيام متقطع. ليه يا دكتور؟ عشان دول لازم يبقى ليهم بريكوشنز وليهم احتياطات، ولازم الطبيب اللي بيعالجهم يكون عاطي اوردر بذلك. انت شخص سليم ودخلت كيتو دايت، فرضنا انك انت مريض ضغط وبتاخد حبوب الضغط بتاعتك واستشرت طبيبك. لازم طبيبك اللي انت بتروح له يكون عارف يعني ايه كيتو دايت. كيتو دايت هو يعتبر مدير للبول، طالما انت هتمشي كلاسيك وبدون اي نشويات او بدون اي حاجه ترفع الميه، فلازم تعرف طبيبك انك انت جسمك هيدر البول، فلو كاتب لك دواء ضغط من اللي هو بيدر البول لازم يغيره لك او يوقفه لك، وتخليك على اي دواء بينظم ضربات القلب. لو انت مريض سكر من النوع الثاني اللي بتاخد الادويه اللي هي الميتافورمين اتش سي ال، مفيش مشاكل تدخل بيك كيتو، لان دوت امن دواء تدخل بيك كيتو. لو انت بتاخد ادويه بتستفز هرمون الانسولين بلاش، هيهبطك، فلازم تروح لطبيبك يوقفهولك او انت تقلل وتتابع. انا انصحك تروح للطبيب. فرضنا انك انت دلوقتي شخص مؤهل للكيتو والكيتو انديكيشن ليك وينفعك، فانت لازم تبقى انت تنفذ شروط الكيتو على ما يرام عشان ما تصابش باحباط. اول حاجه، احنا في نظام منخفض الكربوهيدرات، محدد كميه الكربوهيدرات، محدد نسب البروتين، ما تعليش في البروتين، ورافع الدهون. يبقى اذا احنا في نظام محدد كميه الكربوهيدرات، عالي الدهون، محدد البروتين، كميه البروتين المناسبه لاي شخص اللي هي لو انت وزنك 100 كيلو يبقى انت محتاج 80 جرام بروتين. اذا يبقى انت كل 100 جرام بروتين على الميزان بتاع المطبخ بعد الطبخ بيدوك جسمك 25 جرام بروتين. نقطه مهمه لازم تسجلها عشان ناس كتير جدا ما بتعرفش تحسب. احسب وزنك واضربه في 0.8 زي اللي ما هيحصل في الشاشه، هيطلع لك رقم. الرقم ده تقسمه على 0.25 هيطلع لك رقم، توزنه على ميزان المطبخ، يبقى ده كميه البروتين بتاعتك. بلس تعمل حساب البيض، البيضه فيها 6 جرام بروتين و6 جرام دهون، بلس انك انت ال 50 جرام جبنه شيدر او تركي قديمه برده ديت فيها حوالي 12 جرام بروتين. فلازم تبقى انت عارف حصص البروتين بتاعك، لانك انت لو زاد البروتين في الكيتو دايت مش في مصلحتك. ايه يا دكتور؟ طب انا هشبع من ايه في الكيتو؟ احنا بنشبع من الدهون الصحيه. مزج الدهون مع الطعام في الكيتو ده شرط اساسي، لانك انت رافع حصه الدهون، وبالتالي من مميزات الكيتو انت شبعان على طول، لانك انت عامل اخماد مستمر واستقرار تام لهرمون الانسولين. تاني شرط في الكيتو دايت انك انت خفضت الكربوهيدرات، فلازم تعرف وتدرك ان هرمون الانسولين هيبدا ينخفض. طالما هرمون الانسولين هيبدا ينخفض لازم تعرف ان الانسولين اللي هو كان عالي ده كان ماسك لك صوديوم وبوتاسيوم ومغنيسيوم، فانت لازم تعوض الحاجات دي. اعوض ازاي؟ ملح البوتاسيوم موجود عند اي ماركت، تحط منه معلقه ونص استهلاك في اليوم، هو ملح خاص لمرضى الضغط ومتوفر عند الجميع. رقم اتنين، لو انت مش مريض ضغط بتاخد ليمونه مخلله او بتستهلك معلقه ملح هملايا في اليوم. المعلقه اللي انا بتكلم عليها معلقه ملح صغيره، يا اما تاخد ليمونه مخلله. والمغنيسيوم بتاخده في صوره مكمل غذائي، وبتهتم لي في الاول في السبانخ والكرفس لان هم غنيين بالمغنيسيوم، والمغنيسيوم عنصر مهم جدا لرفع معدل الحرق، هو والبوتاسيوم. ليه يا دكتور؟ عشان بيخلي هرمون الانسولين اكثر استقرارا. رابع شرط مهم جدا، تاخد مكملاتك الغذائيه كالسيوم الصبح والمغنيسيوم بالليل اللي انا قلت فيه،
وبتاخد اي مكمل غذائي فيتامينات مهم جدا بتاخده وانت في الكيتو دايت. ومهم جدا تستهلك الشرط الخامس اكل الورقيات الخضراء. فكل 100 جرام ورقيات على الميزان ما فيهمش غير جرام كربوهيدرات اعتقد او جرام ونص يعني. فانت لو قدامك فدان جرجير وكرفس وبقدونس اضرب اضرب، لان جسمك محتاج الخضروات الورقيه دي في الاول عشان تحصل على ال 20 جرام كربوهيدرات. طب هنحصل عليهم منين؟ فرنج صوره مثلا جرجير وكرفس وبقدونس ياما، وهناخدوا خضروات ورقيه مطبوخه الملوخيه والسبانخ من غير طماطم. طب يا دكتور بالنسبه للخيار، الخيار ينقصه الالياف، فلذلك لو هتدخل خياره لازم تدخل وسط ورقيات. معلومه مهمه، ما ينفعش تاكل خيار تقزقز فيه هتسبك في الوزن. يبقى اذا الشرط السادس في الكيتو دايتس انك انت بتاخد وجبه كامله، مفيش حاجه اسمها اخد البروتين في ناحيه واخد الدهون في ناحيه واخد الخضار في ناحيه، لا انت بتاخد وجبه كامله. المسموح بس في الكيتو كسناكس ممكن يتاخد لو انت جعان هو البوليت بروف، عباره عن مشروب نسكافيه وبتضيف عليه 20 الى 15 جرام زبده عشان يديك باور وطاقه. فمهم جدا يا جماعه الكيتو دايتس محدش يدخله الا لما يكون فاهمه، ما يكونش بيطبقه بغشوميه او بينفذه وخلاص بمجرد ان هو يخس بسرعه زي الكوميكس اللي حصل في الاولين، عايزه تخس بسرعه والثانيه تقول لها الدايت دوت وحش والدايت ده سيء والدايت ده منايل ب60 نيله والدايت دوت زفت. قبل ما تبدا الدايت من حقك تفهمه، من حقك تبقى انت عارف ايه هو الدايت دوت وايه نتايجه. من مزايا الكيتو، لان كتير كتير جدا منكم بيقولوا ان هو وحش وكدهوت، اولا هو بيصغرك، تحس انك انت صغير وكل مدى بتصغر وبشرتك بتتحسن. انا شخصيا مشيت عليه فتره كتير جدا وفقدت وزني حوالي 55 كيلو، الكلام ده سنه 2014، احنا في 2000 وكام؟ في 2020. الفكره في انك انت مش تخس بقى كيتو لو كارب هرم غذائي، الفكره انك انت تحافظ. حفاظ على الوزن دي عايزه حلقه ثانيه لوحدها عشان ما اطولش عليكم. كل الامر اللي انا عايزك تفهمه ان الكيتو دايت هو كيتو نظام جميل، نظام ما يناسبكش انت اللي بتتفرج عليا ما يناسبكش. طب يناسبني امتى؟ لما تقراه وتفهمه وتستوعبه وتعرف شروطه وتعرف التحاليل المطلوبه، بعد كده تبدا تدخل فيه. طب يا دكتور اللي انا من ورا الكاميرا دول هيعملوا ايه؟ امشوا لو كارب. انا شرحت لكم امبارح اللو كارب دايتس واللينك بتاعه هحطه لكم برده في الديسكريبشن عشان تبقوا انتوا عارفين. اللو كارب دايتس شبيه جدا بالكيتو، ولكن ايه؟ في لبن وفي فاكهه، لانك انت في الكيتو دايت مفيش لبن مفيش فاكهه، لكن تستطيع تاكل المحمر والمشمر وجلد الفراخ واللحمه الضاني، وتاخد جميع الاكل اللي فيه دهون صحيه. مقابل ذلك انت خافض نسبه الكربوهيدرات وما بتاخدش لبن وفاكهه. وفي اللو كارب دايت بتاخد لبن وفاكهه وبتقلل الدهون خالص عشان جسمك يحرق. وشرط مهم جدا في اللو كارب دايت انك انت تعمل صيام متقطع تحافظ على 16 ساعه صيام، انما في الكيتو دايت ملوش مواعيد يا باشا، ده تاكل براحتك تفطر براحتك تتغدى براحتك طالما اكلك في محدد الكربوهيدرات وعالي الدهون. وفي نهايه حلقتي حابب اقول لكم ما تمشيش ورا صاحبك اللي خس بالكيتو او صاحبتك الفلانيه اللي قالت لك الكيتو وحش والكيتو سيء والكيتو هيموتك، وامشي ورا عقلك وفكرك وشوف البرنامج الغذائي دوت ايه هي شروط البرنامج الغذائي. وان كان ما يناسبكش خش على اللو كارب دايت، هتدخل لبن وفاكهه وهتمنع رز وعيش برده ومكرونه وسكريات وعصاير، لان الكيتو دايت بينخفض فيه نسبه الكربوهيدرات ل 20 الى 25 جرام كارب في اليوم، لكن اللو كارب انت بترفع كربوهيدرات لحد 70 جرام مثلا او 60 جرام كربوهيدرات بس ما بتاخدش دهون زي الكيتو. يا رب تكون الحلقه جميله كده عليكم وتكونوا فهمتوها وعرفتوا ايه، لان السؤال ده اتسالني كتير جدا في الخاص وفي الصفحه وكومنتات كتير، يا دكتور عايزين الكيتو عايزين الكيتو. اهو انا هنزل الكيتو النهارده في حلقه، وقابل بقى يا عم، قابل يا عم الناس اللي هتقعد تشتم في الكيتو، وقابل يا عم الناس اللي هتقول لك الكيتو ده وحش والكيتو ده مضر. ما تسمعش كلام حد الا لما تقرا وتتثقف وتشوف حالات وتنجح. جايز قوي الكيتو ما يناسبكش لكن يناسب غيرك، جايز قوي ان الكيتو يناسب فلان الفلاني ولو كارب يناسب فلان الفلاني. فايا كان اختار النظام اللي يناسبك مش يناسب غيرك ويناسب حالتك الصحيه. كان معكم دكتور احمد عبد الباري،
اخصائي العلاج الطبيعي والسمنه دراسات عليا التغذيه جامعه اسكندريه. لو عجبتك الحلقه ما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنساش تدعمنا بالشير الكتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ثانية واحدة، اوعى تقفل. نسيت اقول لكم حاجة، لو انت اي دايت سبته ورجعت تاكل زي حياتك القديمة هتتخن تاني وبمنتهى السهولة، واظن منكم من ورا الكاميرا عمل دايتات كتير وفي الاخر ايه؟ وصل ايه؟ بلح بلح، معرفش يظبط وزنه. لازم تقتنع انك انت تغير حياتك، وبعد ما مدة الكيتو قصدي مدة علاجك من السمنة ايا كان النظام اللي انت هتختاره، لازم توصل لنقطة معينة عشان تحافظ بيها على وزنك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.